أظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا أن رئيس البلاد سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب. وقال رامافوزا في رده إنه بدأ إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 97 التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك. وذكر رامافوزا أنه لن يتمكن من الإفصاح عن هذه التفاصيل أو هذه الإجراءات.